امبارح بعد ما طلعنا الثوره ونشيل حسني مبارك نجيب رئيس الوزراء بتاعه اللي كان شريك، كان بيقول ان هو مثلا بتاعنا نجيبه يبقى رئيس جمهوريه ثانيه. احنا كده ما عملناش حاجه، وده مش الشهداء ده ما كانش لازمه اصلا، كان فينا حد يموت. رايي ده راي شخصي مش راي الحركه، ان بعد كده ما فيش قدامنا الا مرسي لانه على الاقل بيشمل النظام القديم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما يعني هينهي لنا حكم عسكر بقاله 60 سنه مبارك. حكم مدني بس برغم اختلافنا في السياسات تماما مع بعض، بس ما نقدرش نقول ان هم شريك اساسي في الثوره. ما ينفعش يبقى المجلس العسكري بيلعب بالقضاء على مزاجه، وقت ما يفعل قانون يفعله، وقت ما يحب ينام على قانون ينام عليه. تمام، عايزين يفعل قانون العزل عشان فيه عليه قضايا كتير جدا ما بيتحققش فيها، قواضي بتتلج بتتحط في الثلاجه، والقواضي اللي هم عايزين يمشوها هم اللي بيمشوها. المجلس العسكري بيضغط بكل قوته عشان يوصل شفيق في السلطه اكتر من كان عمرو موسى، عشان شفيق هو راجل عسكري فبيمثل المجلس العسكري. تمام، فاحنا مش هنسمح بكده. قدامنا اختيارين، والاختيارين احلاهما مر. قدامنا شفيق اللي هو من النظام القديم واللي هو عليه قضايا فساد كتير، وقدامنا مرسي اللي هو مرشح الاخوان اللي هو يعتبر فيه بيننا وبينهم خلاف سياسي مش اكتر من كده. تمام، اما بالنسبه لاي حاجه زي كده اديك شايفه اهو الناس هي كلهم 6 قليل تقريبا. لو عمل حاجه مرسي الشارع موجود والميدان هو موجود. في قوة وطنية لازم تنسق ما بينها، وعلى حسب الإجماع الناس كلها لازم تتحرك بناء على الإجماع دوت. حسن نية من الإخوان إن هما لا يا جماعة إحنا معاكم، هيبقى الموضوع فعلا مشاركة لا مغالبة زي ما هما قالوا، فأتمنى إن هما يوقعوا عليها. زي ما سمعت برضو إن دكتور محمد مرسي أبدى استعداده إن هو يوقع على الوثيقة بتاعة صفحة كلنا خالد سعيد. لازم حمدين صباحي وكل الناس اللي إحنا اخترناهم لازم يبقوا موجودين دلوقتي في الصورة. إحنا قبل كده كنا ثورة من غير قائد، دلوقتي في ناس إحنا اخترناهم، أنا بشوفهم مكانهم دلوقتي معانا ويتكلموا علشان